الوغ كيتي هي هاد القطيطه هادي واحد النهار خديتها من الزنقه بقات فيا يمكن تودرات على ماماها وداك النهار كنت جالسه مع ولدي وكنشكي عليه عرفتي كيتي كتقمش كتعض كتخسر ليا الفوطويات كتخسر الريدويات كدير ايوا وجاوبني اه ماما انا عارف عرفتي علاش حيت ما عرفتيش تربيها عرفتي جاتني واحد الصدمه صا بلوكاتني ما بقيناش كنهضروا بقى كيهضر ما بقيتش كنسمع ليه ورديت البال بما فيما كتكون مع شي واحد كتناقش معاه على شي موضوع كما بغى يكون كاينين جوج ديال الكلمات اللي الا قلتيهم كتقطع العلاقه في البلاصه ديال الحوار اللي هما ايه انا عارف على ود بلا 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 دونك الا بغيتيو نتوما تكونوا مع الناس كتناقشوا في شي موضوع في شي احتياجات في شي مشاكل العود باش تجاوبوا لواحد وتقولوا اه انا عارف علاش وها علاش انا عارف وها علاش نو نجلس ونهضر مع الانسان اللي قبالتي نعرف شنو هو المشكل اللي كيعاني منه شنو هو الاحتياجات ديالو اللي الحمد لله من موراها غالي راه دارها جا عندي قال لي ماما شوفي راني خممت في داك المذكره اللي كانت بيني وبينك راه مشيت قلبت على الانترنت وها شنو خاصنا ندير معاها دايره ما بقاتش كتقمش باي ذا واي ما بقاتش كتعض باي ذا واي حيت ايفيكتيفمون مشينا قلبنا على لونات ما عمرهم كانوا عندي مشات وعرفنا كيفاش نديرو اي تعلمت منها هاد الدرس اللي بغيت نشاركو معكم اليوم الا كاين جوج كلمات خاصكم تبعدوا منهم بحال القنفود باللي يضركم ليا ايوا نعم انا عارفه وها علاش على بلاص دو كوا نتفكر الاحتياجات ديال الواحد نجلس معاه نشوف شنو المشاكل اللي كيعاني منها كيحس براسو بحال اللي مفهوم كيحس براسو بحال اللي عطاوه العنايه وعطاوه شي ضوء هادشي هو اللي كيحسن العلاقات ما بيني وبين الاخر كانت معكم ناهد ايكيتي القماشه هذا هو الله يحفظكم اللي كانت قماشه يا كيتي